طيب خلونا نعرف بقى شويه تفاصيل اكتر عن حاله الطقس المتوقعه في مصر خلال الويك اند القادم ان شاء الله، ويوم الجمعه بصفه خاصه في تونس. فاحنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل. على حضرتك وعلى كل اهلا بحضرتك فندم. طبعا عايزين نطمن من حضرتك عن الوضع هيكون يعني عامل ازاي ان شاء الله خلال يعني الويك اند اللي احنا داخلين عليه على طول، وبصفه كمان استثنائيه عايزين نعرف حاله الجو متوقعه في تونس يوم الجمعه الجاي ان شاء الله. حضرتك طبعا سيدي العارفين عندنا ماتش مهم هناك. طبعا الحمد لله بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه احنا في انخفاضات في درجات الحراره متاخره والصبح بدري، لكن طبعا مصر الظهيره في ارتفاعات في درجات الحراره بدايه من النهارده وخلال الليل. فطبعا خلال الفتره دي بنقدر نقول ان الطقس الصباح الباكر وساعات الليل المتاخره بيكون في طقس مائي بروده شويه، لكن خلال فترات النهار مع استواء اشعه الشمس بيكون الطقس مائي الحراره الى حاضر على كافه نظام الجمهوريه، وزي ما اتفقنا في فارق من 10 ل 12 درجه غير العود الموسوعه. الفارق ده طبعا نقول للسادة المواطنين يكونوا حذرين قدر الامكان اثناء هذه الفتره، خصوصا الاطفال طبعا والكبار السن. بالنسبه للشبوره المائيه فشبوره مائيه خفيفه تسمح بحركه السفر والقياده على مفيش اي مشاكل ان شاء الله بخصوص الرؤيه الافقيه. يعني متوقع كره صفوف اكثر خفيفه بكره باذن الله على مناطق الساحل الشماليه ومناطق الوجه البحري. امطار خفيفه جدا على مناطق متخصصه وغير مؤثره على كافه الانشطه، مش هتكون محدوده لدى الكثير من المواطنين. ده بالنسبه طبعا للطقس المصري يعتبر ربيعي رغم ان خلاص يعني كلنا صبر تقريبا على نهايه فصل الربيع ودخول فصل الصيف، الا ان الحمد لله الاجواء مستقره، ما شفناش تقلبات الربيع قويه ونشاط الرياح كتير للاجربه زي ما كنا بنشوف في بعض السنوات. بالنسبه للدروس طبعا والسائد اهلي باذن الله، فان شاء الله هتكون الاجواء هناك مستقره برضه الى حد كبير، ولكنها يعني اجواء تميل الى الاجواء الربيعيه الشتويه شويه عن قريه مصر العربيه نظرا طبعا لموقع تونس الجغرافي. بيقول طبعا ان هناك انخفاضات في درجات الحراره في فترات الليل تصل درجه الحراره 17 و19 درجه مئويه، لكن طبعا خلال فترات النهار بتتراوح درجات الحراره من 19 الى 20 درجه مئويه، اجواء مستقره ان شاء الله. يكاد يكون يعني جو مثالي للماتش ده. انا هوندا هيكون يومها ان شاء الله. احنا نتمنى كمان يكون او تكون الاجواء جيده طبعا ان شاء الله، كمان عشان الفريق بتاعنا يقدر ان هو يلعب بشكل سلس اكيد في الاول وفي الاخر، ما نتمناش يكون في اي عراقيل يعني. صباح الفل في الاول يا دكتور. بنحب نكلمك والله قبل برضو اي مباراه مهمه يعني للنادي الاهلي، ده بيبقى روتين عندنا انا فاكره طبعا، وان شاء الله خير الماتش يكون لصالح النادي الاهلي باذن الله، كلنا متفائلين. انا كنت عايزه اروح مع حضرتك برضو لنقطه مهمه جدا، لان التنميه المحليه كانت برضو من فتره عامله رقم، واعتقد دي خطوه كانت جيده جدا بالتواصل طبعا مع هيئه الارصاد وغيره، علشان لو احد المواطنين عانى من اي مشكله بسبب يعني سوء الطقس او غيره ان هم يقدروا يتصلوا بهذا الرقم في التنميه المحليه ويبقى في دعم سريع. هل بيكون في تواصل بقى بين حضراتكم والوزارات المعنيه المختلفه علشان لو في اي ظرف من الحاجات اللي زي كده، سوء مثلا احوال جويه او غيره، شبوره مفاجاه، حاجات زي كده لو اضرت بالمواطنين بيتم التعامل والتنسيق ما بينكم؟ طبعا يا فندم بيكون كامل بيننا وبين كافه المحافظات والجهات المعنيه في الدوله ومتخذ القرار على رؤوسهم طبعا غرفه عمليات دعم متخذ القرار في مجلس الوزراء، ودي بتنسق معانا مع هيئه الارصاد الجويه في تعاون بيننا وبينهم وبين كافه المحافظات. كويس. يعني طبعا وزاره التنميه المحليه في بروتوكول تعاون بيننا وبينهم برضه، وكل وقت بتصدر لهم النشر بشكل يومي، وهي تسليه وطبعا وزاره الدفاع والسياحه وكافه قطاعات الدوله بينا وبينهم التنسيق. وبالفعل بعض الناس بدات تعمل خط ساخن ورسائل على الموبايل للتحذير في لو في اي مشاكل في الطقس في سبوره او انهار او عواصف. كويس. طبعا توصل للمواطنين في المناطق اللي هم عايشين فيها، وبدات بهذه المبادره طبعا غرفه عمليات دعم متخذ القرار في مجلس الوزراء.
كويس جدا. طب انا عندي نقطه تانية برضه عايزه اتناقش مع حضرتك يا دكتور فيها، لان انا وكريم اتكلمنا عنها قبل كده كتير، وهي قضيه ان ناس كتيره بقت دلوقتي تتالف في موضوع الطقس وغيره، وبتعمل للاسف يعني هقول مشاكل، قول بلبله، قول وات ايفر يعني المصطلح، بس ده بيثير جدل، وبالذات فكره ان الاهالي والمدارس والاولاد وغيره، فبتصدر معلومات مغلوطه على السوشيال ميديا تحديدا، وعلى فكره اوقات مش بس على السوشيال ميديا، اوقات في صحف. فخلينا نفهم من حضرتك برضو ازاي بيتم التعامل مع الحاجات اللي زي كده، حتى ان احنا نقول يعني مش عايز نحاول نلم الموضوع، او نحاول ان احنا ما يبقاش في تبعات سلبيه على المواطنين في الاول وفي الاخر. هو طبعا حضرتك رغم ان فتره او مده انشاء هيئه الارصاد الجويه تعتبر من قديم الازل، اللي احنا في 200 سنه الا ان طبعا بدانا في السنوات الاخيره مع طبعا مخاطر استطاع على موقع التواصل الاجتماعي المختلفه، بدانا احكام تفيده بالفعل شعورنا ببعض البلد ده لدى المواطنين، وبتكون معلومات يعني المعلومه المغلوطه بتخش في المعلومه الحقيقيه وبتبدا تدور عند المواطنين. احنا بقى لنا كام سنه، ثلاث اربع سنين عايشين على اصدار قانون لتنبؤات هيئه الاقتصاد الجويه، والحمد لله صدر هذا القانون وتم مجلس الشعب. الحمد لله دلوقتي العمليه بقت مقننه بشكل كبير جدا، لان بعض مواقع التواصل الاجتماعي لما وصل لهم الاقتصاد الجويه بقى في تجريم نشر معلومات مغلوطه يعني، او تجريم للنشر المعلومات المغلوطه، وغرامات بداوا الى حد كبير جدا في مواقع كتير بدات تقفل. لكن طبعا في مواقع محترمه مفيش كلام، لكن كان في معلومات كده بتكون مغلوطه في وسط هذه المعلومات الحقيقيه، فطبعا دي كانت بتعمل بلبله للمواطنين، فبقى في تحكيم بشكل كبير دلوقتي الحمد لله. كويس جدا، وده امر اعتقد كان ضروري، كان ضروري جدا، لان للاسف الناس كتيرة تاذت في فترات يعني سابقه. دكتور محمود، اكيد انا بشكرك انا وكريم جدا على هذه المداخله، شكرا ليك.